وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف النقيب جاسم جبر الدوسري مدير إدارة العقوبات البديلة بوزارة الداخلية. أهلا بك حضرة النقيب في نشرة الثالثة. حدثنا عن هذه المبادرة التي قمتم بها من خلال إشراك المستفيدين من العقوبات البديلة في تنظيم العملية الانتخابية. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير واشكركم على اتاحة الفرصة للمداخلة ونتكلم أكثر عن المستفيدين من العقوبات البديلة ودورهم في المشاركة في العرس الانتخابي. طبعا تنفيذا للتوجهات الملكية السامية لسيد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم الله يحفظه وسيد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، اللي وجهه بالتوسع في تنفيذ العقوبات البديلة لتشمل شريحة أكبر من المستفيدين، واللي كان ثمارها الاندماج الصحيح بالمجتمع وأدى إلى انخفاض مستوى العودة إلى الجريمة. وفضلنا على اهتمام سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية الموقر توطير الشراكة المجتمعية وجعلها جزء من استراتيجية وزارة الداخلية اللي تعمل فيها. وطبعا يخفى عليكم من الإدارة العقوبات البديلة منذ العام 2018 حتى تاريخها كرست جميع طاقتها لإصلاح المستفيد وإعادة إدماجه في المجتمع، وقدرنا نثبت أن العقوبات البديلة هي مشروع إصلاحي مجتمعي ناجح بكل المقاييس. والدليل على ذلك مشاركة المستفيدين اللي هم 100 مستفيد ومساندة رجال الأمن في تنظيم العملية الانتخابية في الخارج، سواء من مواقف السيارات أو مساعدة كبار السن أو توزيع المياه. وهاي المسؤول الصراحة الجمهور اللي واجههم في المقار الانتخابية، وكانت مبادرة إيجابية، مع العلم أن هذه المبادرة تطوعية وليست تنفيذا للعقوبة البديلة، وهاي النقطة الأولية. أما النقطة الثانية، حسنا المستفيدين اللي قدروا أن يصوتون، نحن حصرناهم وتبين عددهم 92 مستفيد، تواصلنا معهم وجهناهم أن ترى يعني تقدرون تصوتون تستغلون هاي حقكم الانتخابي، وبالعكس كانت مبادرة إيجابية وتقبلوها بكل أريحية وقدروا أنهم يعني يشاركون بصوتهم في العملية الانتخابية. نعم نقيب جاسم، ما أهمية هذه الخطوة يعني في دمج المستفيدين في المجتمع وكذلك أيضا غرس قيم المواطنة لديهم؟ طبعا هاي خطوة من الخطوات الأساسية حق إعادة المستفيد إلى المجتمع وإصلاحه، بحيث أنه هو يبين أن المجتمع متقبله وهو قاعد يؤدي جزء أو دين اللي عليه للمجتمع في طريقة التطوع وحركة اللي قام فيها. فهذه يعني مبادرة كانت تحسب لمملكة البحرين بشكل عام، هي أول مبادرة على المستوى العالمي أن متطوعين من العقوبات البديلة يشاركون بدعم رجال الأمن في تنظيم العملية الانتخابية في الخارج. نعم نقيب جاسم جبر الدوسري مدير إدارة العقوبات البديلة بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.